ابن حلال، تعال تعال. ايه يا سيدي؟ بقولك عربي، تعرف عن مقابل الأرقام؟ مقابل الأرقام؟ اللي هبت منك على الآخر. مالها بقى مقابل الأرقام دي يا سيدي؟ يا عم تبقى أنا بهزر والله، بقولي في حاجة اسمها مقابل الأرقام، تعرف يعني مقابل الأرقام دي؟ مقابل الأرقام إزاي؟ هو أنت كان نفسك تقطع من درس الرياضيات؟ برضه كل حاجة واخدها هزار؟ والله يا ابني أنا بهزر، في حاجة فعلا اسمها مقابل الأرقام. يعني أرقام بتموت؟ يعني أنا أول مرة أشوف أرقام بتموت يعني. لا يا سيدي أنا هحكي لك إيه مقابل الأرقام دي. قول يا سيدي شجين، قول يا فيلسوف عصرك وأوان. مقابر الأرقام دي عربي موجودة في الأراضي المحتلة. إسرائيل عاملة مقابر الأرقام دي بتدفن فيها كل الشهداء اللي بيستشهدوا في المعتقلات بتاعتهم، يعني بعد الشر، يعني بعد الشر عليك، يعني لو أنت معتقل هناك في المعتقلات بتاعت إسرائيل وخدت مواخد محكومية كبيرة بقى 90 سنة ولا 70 سنة ولا يا نهار أسود. أيوة في محكوميات بتوصل لكده، وجيت بقى مت وانت عندك 60 سنة ولا حاجة، فلسه في حوالي 20 30 سنة كده في فترة محكوميتك بتقضيهم برضه هناك، بيحجزوا جثمانك في الثلاجات هناك لغاية ما تخلص المدة بتاعتك أو تتدفن بقى في مقابر الأرقام. تقارير حكومية فلسطينية تقول إن في 256 جثمان لشهداء محتجزين حاليا في إسرائيل، في منهم 217 جثمان موجودين في الثلاجات، وفي منهم 5 نساء. في 4 مقابر للأرقام موجودين حاليا في الأراضي المحتلة. أول مقبرة موجودة بجوار جسر بنات يعقوب عند ملتقى الحدود الإسرائيلية السورية اللبنانية، ودي فيها 500 قبر لفلسطينيين ولبنانيين وأغلبهم استشهدوا في حرب 1982. والمقبرة الثانية بين جسر أريحة ومدينة دمية في غور الأردن، ودي مكتوب عليها يافطة باللغة العبرية مقبرة لضحايا العدو اللي هو إحنا يعني، ودي فيها أكثر من 100 قبر. والمقبرة الثالثة مقبرة رفيديم، دي في غور الأردن برضو، ودي مش موجود معلومات عنها كتير، مش معروف عدد القبور اللي فيها ولا عدد الجسامين اللي فيها. المقبرة الرابعة مقبرة شحيطة، دي في وادي الحمام شمال مدينة طبرية بين جبل أربيل وبحيرة طبرية، واللي مدفون فيها من قتلى وشهداء معارك منطقة الأبوار في الفترة ما بين 1965 و1975. ايوه طب هيستفيدوا ايه يعني لما يحجزوا جثمان ولا يحطوه في ثلاجة ولا يدفنوه في مكان؟ والله عربي اسرائيل بتقول ان الجسامين دي خطر على الامن القومي الاسرائيلي. بالظبط كده، لكن تسربت معلومات انه بيتم استخدام الجسامين دي في بنك الجلد البشري الاسرائيلي، بيستخدم في عمليات ترقيع. طبعا بياخدوا الجلد من الجسامين دي ويعملوا بيه عمليات ترقيع للمواطنين بتوعهم، وطبعا مش بياخدوا الجلد بس، طبعا يعني قدام الجثمان، وبيستخدم طبعا في نزع الاعضاء، يعني سن وشق على السكينه والبطيخ. الموضوع خطير جدا على فكره. طبعا الموضوع خطير جدا. طب اشمعنى يعني ارقام؟ يعني ما يكتبوا اسم فلان الفلاني وخلاص، هم هيخسروا ايه يعني لما يكتبوا اسمه على القبر؟ ولا حاجه يا سيدي، قالك عشان اللي يعديهم يبقى كده هو بالنسبه لهم مجرد رقم، يعني مش لاي سبب تاني. هو انت هتقف وشهم وتعديهم، انت بالنسبه لهم مجرد رقم لا تذكر. لا لازم نعمل مشاركه الفيديو ده ونعرف الناس كلها الجرايم، لازم العالم كله يعرف الجرايم اللي هم بيعملوها دي. طبعا لازم كلنا نعمل مشاركه للفيديو ده، واي فيديو بيتكلم عن الجرايم بتاعتهم لازم العالم كله يوصل له الصوره الحقيقيه اللي هم كانوا دايما بيتملقوا منها ودايما عايشين دور الضحيه. لازم نوضح للعالم كله الاجرام اللي هم بيعملوه بيرتكبوه بقالهم اكتر من 75 سنه.